باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أقرأ معاكم إصحاح من الرسالة الأولى بتاعت معلمنا يوحنا الرسول الإصحاح الأول، وهاخد معاه كمان آيتين من الإصحاح الثاني. اللي معاه كتاب مقدس في الموبايل ولا في يعني كتاب ورقي ممكن يتابع معانا، ولو حطه على الشاشة النص يبقى كويس. طبعا انتوا عارفين ان اللي كتب الرسالة دي هو بعينه القديس مين؟ يوحنا الانجيلي اللي كتب، لا جو كتب ايه؟ الانجيل وسفر الرؤيا وكم رسالة؟ صحصحوا معاه. يعني أنا مش بحب أدي محاضرة وأنت ساكتين، لغوني يعني ماشي. فيوحنا ليه مفردات كده بتعبر عن طريقته في الكتاب، هنلاحظها من أول ما نقرأ. بيقول الذي كان من البدء، تفكرنا بكلمة إيه؟ في البدء كان كلمة. يبقى هو هيكلمنا عن مين دلوقتي؟ كلمة الذي دي راجعة على مين؟ المسيح. وكلمة البدء معناها ايه؟ برافو، الأزل. طب ايه الفرق بين كلمة في البدء خلق الله السماوات والأرض وكلمة في البدء كان الكلمة؟ دي بدء ودي بدء، ايه الفرق بين؟ ايوه برافو، البدء بتاع سفر التكوين ده بدء الخليقة، البدء المذكور في انجيل يوحنا ده الايه؟ الازل. ونفس الكلمة هنا يقصد بيها الازل. الازل يعني ايه؟ ها؟ ملوش بداية والنهاية بتاعته ايه؟ ابدي، ازلي ابدي. والاثنين مع بعض بيحصروهم في كلمة اسمها ايه؟ سرمد. مين بقى الازلي ابدي؟ مين؟ ربنا بس، في حد غيره؟ هل الملائكة ازليين؟ هل يوجد خليقة ازلية؟ لا يمكن. كلمة خليقة في حد ذاتها معناها مخلوق، والمخلوق معناها ايه؟ له بداية. الله مخلوق؟ ها؟ خالق. عشان كده هو الوحيد الأزلي. وكلمة أزلي اللي هي اللا بداية لابد يكون كمان أبدي، يعني اللا نهاية. هسألكم سؤال وركزوا معي، إحنا أزليين؟ طب إحنا هنحيا للأبد؟ آه برافو. يبقى الفرق بيننا وبين ربنا، إحنا نحيا للأبد وهو يحيا للأبد، بس الفرق إيه؟ هو أزلي وإحنا لينا بداية. طيب هل احنا عشان نحيا للأبد دي ده وضع طبيعي بتاع طبيعتنا ولا نعمة ممنوحة من الله؟ كويس، نعمة ممنوحة من الله. الأزلي معناها غير محدود، طالما أزلي ملوش بداية يبقى غير محدود، غير محدود من جهة الزمان والمكان إذا جاز التعبير، لأن الله موجود قبل ما يخلق الزمن وقبل ما يخلق المكان. إذا كان هو غير محدود غالبا إحنا مش هنقدر نتعرف عليه. ليه؟ ها؟ عشان إحنا محدودين وهو بالظبط. ازاي انا الانسان المحدود هتعرف على حد غير محدود؟ بصوا انا بتخيلها ازاي. لو انا قاعد دلوقتي ولقيت في نملة ماشية على الترابيزة، النملة دي ممكن تشوفني كلي؟ لا. ليه؟ ناس غير قوي، يعني عينيها هتجيب نقطة مني، النقطة دي تشوفها سودة، مش هتقدر تتعرف على الشخص بالنسبة لها اللي هو العملاق ده. عارفين النمل عشان تشوفني المفروض اعمل ايه؟
انا اقعد اصغر 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 لغايه ما بقى نمله عشان النمله تشوفني. عرفتوا ليه ربنا تجسد؟ عشان طول ما هو كبير ملوش حدود هنشوفه ازاي. بالاضافه ان هو الخالق واحنا المخلوقين. ايش جاب لجاب؟ فاول كلمه قالها القديس يوحنا في رسالته الذي كان من البدء، كانه بيقول انا هكلمكم عن حد انتم مش ممكن تعرفوه، الذي كان من البدء. لكن الكلمه اللي وراها بيقول الذي سمعناه. يبقى الازلي ممكن نسمعه، هو انا وداني ممكن تجيب صوت الازلي وادركه. هو احنا وداننا ممكن تسمع كل شيء؟ لا جاوبوني يعني. لا ليه؟ ده في اصوات الذبذبه بتاعتها لا تتوافق مع قدره الودن بتاعتنا. يعني لو في ملاك دلوقتي موجود في الكنيسه وبيصلي وصوته عالي احنا مش سامعينه، لان هو طريقه خليقه غيرنا. الملاك عشان يتكلم مع العذراء ظهر لها في شكل انسان. اشحال الله اللانهائي. فمعلمنا يوحنا بيقول خلي بالكم الذي كان من البدء احنا سمعناه. طب ايه يعني؟ ما السماع دوت خبره ما تخلينيش عارف بتدقيق. قال لا، ما هو بعد ما كلمه سمعناه الذي ايه؟ رايناه بعيوننا. انهي اقوى في الخبره، السماع ولا الرؤيه؟ ليه؟ طبعا فاكر زمان كان بابا شنوده يقول لنا ايه؟ انا صدق عينيا اكتر ما صدق وداني. لما يجي حد يقول له كده على حاجه يقول له انت شفت؟ يقول له يا سيدي الدنيا كلها بتتكلم. يقول له انا صدق عينيا اكتر ما صدق وداني، لان خبره الرؤيه اعلى من خبره السماع. وخلي بالكم حتى في السماع الخبرة بتاعت سمعت عنه أكتر ولا سمعت منه أكتر؟ ها؟ يعني ممكن شخص نسمع عنه لكن لما أسمع منه أقوى، وبعدين لما كمان شفته. والتالتة يقول الذي شاهدناه. قولوا لي بسرعة بقى إيه الفرق بين رأيناه بعيوننا وكلمة شاهدناه؟ من هيتطوع ويقول لنا ايه الفرق بين الرؤية والمشاهدة؟ المشاهدة ايه؟ عايزة وقت. يعني لو انا قلت زرت اسرة شفت عندهم تلفزيون يبقى رأيت، شفت عندهم التلفزيون يبقى انا شاهدت معاهم برنامج، فتحنا وقعدنا نتفرج على سي تي في برنامج مهم جايب حاجة حلوة. فالرؤية ممكن تكون من بعيد لبعيد ولمدة لحظات، لكن المشاهدة احنا قاعدين نشاهد. الخبرة هنا ايه؟ بترتفع. واحد ايه؟ سمعناه. اثنين. ثلاثة. ايه رأيكم في الرابع بقى؟ ولمسته ايدينا. ايه بقى يوحنا يقول؟ ده يسوع اللي انا شفته وسمعته ومسكته بايدي. وناقص يقول لنا وكمان ايه؟ حطيت راسي على صدره. وكان دايما يقول التلميذ الذي كان يسوع يحب، يفتخر بالحكايه دي. الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رايناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. مين هو كلمة الحياة؟ المسيح نفسه. اسمه الكلمة ومعطي الحياة. لما يكون هو الكلمة ويقول أنا هو الطريق والحق
والحياة، فالمسيح هو الحياة. احنا بنقول له في القداس انت هو حياتنا كلنا. ويقول معلمنا بولس الرسول مع المسيح صلبت فأحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. بنقول له انت حياتي، حياتي يعني انا من غيرك ابقى ايه؟ ميت. وبعدين يقول خلي بالك فان الحياه اظهرت. كلمه اظهرت معناها كانت مستخبيه. طب هو خلي بالكم حد في الدنيا يقدر يرى الحياه ولا نرى الاحياء؟ احنا بنشوف ايه؟ الاحياء. بنرى الحياه من خلال ناس احياء. طول ما حضرتك ماشي وبتتكلم وبتتنفس وبتنتج وبتقول كلام يبقى انسان حي، فانا شفت الحياه فيك كانسان حي. لكن اشوف الحياه نفسها مش موجودة غير في مين؟ في المسيح. يقول الحياة أظهرت، كلنا أحياء، المسيح هو الحياة. محدش فينا يقدر يقول أنا الحياة، لكن نقدر نقول إيه؟ أنا كائن حي. لحين ما ربنا يعني إيه يسمح ونروح السماء. وفي السماء نكون أحياء ولا أموات؟ أحياء. أمال إيه اللي بيموت؟ الجسد. روح المدافع في الشطبي، شطب ماشي كده. فإن الحياة أظهرت وقد رأينا. هنا خلي بالكم وإحنا في صيام الرسل، قوة الرسل في الشهادة إنهم إيه؟ شافوا بعينيهم لمدة يوم ولا اثنين ولا عشرة ولا كام؟ ها؟ 40 يوم؟ 40 بعد القيامة. لكن ما قبل الصليب قد ايه؟ 3 سنين. حتة احنا شبعنا، يعني يوحنا عايز يقول احنا شبعنا، مش مجرد شفناه، ده احنا عشنا معاه عشرة كاملة. الذي الحياة اظهرت وقد رأينا ونشهد. المسيح قال لهم وتكونون لي شهودا. أصدق شاهد اللي هو إيه؟ شاف. القاضي يسأله أنت شفت بعينيك؟ يقول له فعلا يا فندم أنا شفت بعيني. واحد يقول الحقيقة أنا ما شفتش بس أنا سمعت، تبقى الشهادة إيه؟ مجروحة. عشان كده تلاحظوا الوحيد من رسل المسيح اللي جه مصر مين؟ عشان كده اسمه ايه؟ لقبه ايه في الكنيسة؟ ناظر الاله. نقول له اشمعنى مرقس ما هو يوحنا ناظر الاله وبولس ناظر الاله واندراوس وبطرس؟ يقول لا، ده اللي احنا شفناه من نظار الاله، ده الراجل اللي نظر الاله وجالنا. احنا مصدقينه ليه؟ لانه نظر الاله. مين اخر واحد من الرسل تنيح؟ يوحنا. خلي بالك الرسل كلهم استشهدوا، واتبقى بقى يوحنا ممكن يكون عاش حوالي مثلا يعني 30 سنة، مفيش غيره من رسل المسيح. عايزكم تتخيلوا قيمته عند الناس. هو تنيح حوالي سنه 100 ميلاديه مثلا حوالي. ففي ناس اتولدوا وعاشوا وماتوا او استشهدوا وما شافوش المسيح، ويوحنا لسه قاعد. عايزكم تتخيلوا هو عايش دلوقتي واحنا لسه في القرن الاول، وبعدين عمال اتكلم معاكم المسيح يقول انا عايزين واحد يكون شافه. اقول لكم بقى في واحد من اللي شافوه لسه عايش في مدينه افسس. يلا نعمل رحله ونروح نزور افسس عشان نشوف مين؟ يوحنا. أول سؤال هنسأله له إيه؟ احكي لنا أنت شفت إيه؟ سمعت إيه؟ قول لنا حبة قصص عن المسيح. طبعاً أنتوا عارفين أنا ساكن في المرقصية في كلوبيه اللي كان عايش فيها مين؟
بابا كرولز لسه في ناس هناك عايشين طبعا شافوه وهم اطفال وهم شباب. الواحد يتلذذ بانه يقول له احكي لي البابا كرولز كان بيعمل ايه غير القصص المكتوبه في الكتب. تخيلوا بقى يكون يوحنا الحبيب لسه عايش والناس تروح له تقول له احكي لنا، عامل زي الترنيمه بتقول خبرني يا يوحنا. كم يكون الشهاده بتاعته صادقه وقيمه جدا. عشان كده هو يقول الذي احنا الحياه اظهرت وقد راينا ونشهد ونخبركم بالحياه الابديه التي كانت عند الاب واظهرت لنا. عند الاب دي هتقولي ايه زيها بالظبط وبسرعه، يلا عشان هديكوا درجات. كلمة عند الآب، إن الابن عند الآب. أبونا نجح هنا بقى. والكلمة كان عند كان عند دي يعني إيه؟ فين؟ جواه، زي كلمة إيه؟ الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. حضن الاب هنا بمعنى ايه؟ ان المسيح جوه الاب. هو قال لنا كده، انا في الاب والاب فيك. طب ايه رايكم؟ ما تغلطوش في الاجابه. هو كان جوه الاب وظهر لنا، يعني ساب الاب؟ مش ممكن. يعني ايه ما يسيبش الاب؟ مش ممكن يسيبه. اقول لكم ليه؟ هو المسيح موصوف في رساله بولس الرسول انه حكمه الله وقوه الله. يعني الاب حكيم والابن هو حكمته، نقدر نفصلهم عن بعض؟ الاب قوي والابن هو قوته، نقدر نفصلهم عن بعض؟ طب والروح القدس؟ روح الحكمه، لا هحفظها لكم دي. الاب حكيم، الابن هو الحكمه، الروح القدس روح الحكمه. ماشيه؟ الاب قوي، كملوا. الابن هو القوه والروح القدس روح القوة. الآب قدوس، الابن هو القداسة، والروح القدس روح القداسة. الآب مشير، الابن المشورة، والروح القدس روح المشورة. أقدر أفصلهم عن بعض؟ كيف يخرج الحكيم بدون حكمته؟ وكيف يخرج الحكمة من الحكيم؟ لو الحكمة فارقت الحكيم لا بقى عندنا حكمة ولا بقى عندنا حكيم. عشان كده المسيح بولس الرسول لما قال حكمة الله وقوة الله عبر عن ايه؟ مش ممكن يفترقوا. وبالمرة بقى، هل الابن ازلي ولا ليه بداية؟ ازلي. والاب؟ طب فاكرين لما أريوس قال إن الابن له بداية؟ دي مشكلة أريوس، قال الابن له بداية. فالآباء ردوا عليه من الحتة دي، قالوا له إذا كان هو حكمة الآب يبقى معنى كده الآب ما كانش عنده حكمة وبعدين خلق لنفسه حكمة؟ طب بأنهي حكمة يخلق الحكمة؟ هل الآب ما كانش قوي وخلق لنفسه قوة؟ طب بأي قوة يخلق القوة؟ ده الآب حكيم منذ الأزل، يبقى معاه الابن الحكمة منذ الأزل. الآب حي منذ الأزل، معاه الحياة اللي هو المسيح منذ الأزل، والروح القدس هو روح الحياة. مش ممكن أتخيل الانفصال. عشان كده لما قال إن الحياة كانت عند الآب وأظهرت لنا، ده الإعلان، لكن هو مازال في حضن الآب منذ الأزل وإلى الأب. يرجع تاني يوحنا يقول إيه؟ هو النص قدامكم؟ حاجة جميلة جوي جوي. الذي رأيناه وسمعناه، بيكرر تاني، نخبركم به. طبعا واضح إن يوحنا هنا كمان فخور بإنه شاف وسمع.
عارفين زي ايه؟ الجيل بتاعنا شفنا البابا شنودي، الاطفال الصغيرين دول بيشوفوه في التلفزيون بس في الحاجات اللي متسجله. ممكن تقعد تقول له لا ده كان جه كنيستنا وقعدنا معاه وسلمنا عليه بوسنا ايديه وبعتنا له اسئله وكان يجاوبنا وكان يتلطف معانا ويوزع علينا شوكولاته وكنا نروح له البطرخانه. فاحنا بنفتخر ان احنا جيل شافه قدام الاجيال اللي طالعه وما شافتهوش. فيوحنا بيقول احنا شفناه وسمعناه، الذي رايناه وسمعناه نخبركم به. وخلي بالكم الانسان اللي يدوق المسيح ما يعرفش يسكت. برضو لو حد لقط لي ايه تقول ما نقدرش ما نتكلمش. مره قبضوا على الرسل وقال لهم انتم عمالين تملوا اورشليم بالخبر ان يسوع الناصري قام وبتجلبوا دم هذا الرجل علينا. جلدوهم قالوا ما تجيبوش اسمه على لسان. رد بطرس قال له ايه؟ رئيس الكهنة، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. اذا كان يعني عايزنا اطيعك انت غير ربنا احكمه، نحن لا نستطيع ان لا نتكلم. هنتكلم. هددوهم وضربوهم وقالوا هنتكلم، وقالوا لهم ما تجيبوش سيرته وحطوهم في السجن. جه الملاك طلعهم السجن، دخلوا الهيكل يتكلموا تاني، وهم عاملين بقى جلسة عشان يحكموهم وبعد يجيبوهم السجن لقوا السجن ايه؟ مقفول وفاضي. وجه واحد قال لهم ده انتوا اللي قبضتوا عليهم امبارح، دلوقتي في الهيكل بيتكلموا. ما نقدرش نسكت. عارفين الآية بتقول ذوقوا؟ القلب اللي يدوق المسيح ما يعرفش يسكت. هو احنا ليه كنيستنا القبطية جميلة وناجحة؟ لأن الكتلة بتاعة الناس اللي بتخدم في الكنيسة ضخمة جدا، اللي هم خدام مدارس أحد واجتماعات الشباب واجتماعات السيدات وغيره. ممكن الكنيسة يكون فيها 5 6 7 آباء كهنة، لكن فيها 200 300 خادم، صح؟ الخدام دول بياخدوا ما هي في آخر الشهر، بياخدوا علاوات، في ترقية، في أوفر تايم، في حوافز، في خصومات، كل دول مشغلين متطوعين وبيدفعوا من جيبهم في الخدمة وبكل السرور وبيتعبوا جدا. وبعدين كمان ما يمنعش ان امين الخدمة يشخط فيه ويقول له انت مقصر وانت ما جيتش وانت اتأخرت. وعمر ما في خادم يقول له انت بتأكلنا من بيتكم، يقول له متأسف يا استاذ معلش غصب عني. واقصى عقوبه تتقال للخادم هنحرمك من الخدمه، لا اعملوا معروف موتوني لكن ما تحرمونيش. ليه؟ لان اللي داق المسيح لازم يتكلم عنه. طبعا هتبقى خطيره جدا لو كنت بخدم ربنا وانا ما دقتوش، والخدمه تبقى بارده وميته ومش مؤثره، لانك انت مش بتصلي، انت مش بتقعد معاه في المخدع تتكلم معاه. حتى لما بتحضر القداس انت مهتم باللحن مش مهتم بالمسيح. اللي يعاشر المسيح ويدوق ويشبع بيه يلاقي نفسه لازم يتكلم. الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به. ليه طيب؟ قال لكي يكون لكم ايضا شركة معنا. اما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح. احنا بنتكلم عشان تدخلوا معانا في هذه الشركة، مش الشركة الايه؟ الشركة. طب خلي بالك يا معلمنا يوحنا، ركزوا معايا في التشبيه اللي هقوله. لو دلوقتي الكنيسة فيها 10 حاضرين عشية، 10 بس، ومعانا قربانة كبيرة، كل واحد ياخد حتة ايه؟ كبيرة. لكن لو القربانة الكبيرة دلوقتي في الكنيسة فيها العدد الضخم ده، كل واحد هياخد ايه؟ فتفوت. فلو انا بحب القربان اقول هم هو ايه اللي جابوا الناس دول؟ انا عايز اكلها لوحدي. في الحقيقه الشركه كل ما كترت نصيب الفرد يقل، الا في المسيح.
الشركة كل ما تتسع كل ما نصيب الفرد يزيد، لأن ده المسيح. عشان كده إحنا بنحب لما ندوقه نقول للناس تعالوا دوقوا معاه. أما شركتنا نحن فيها مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. إذن الشركة في المسيح تساوي الفرح الايه؟ الكامل. والفرح الكامل معناها في فرح من نوع تاني يكون صفته ايه؟ ناقص، وفرح مؤقت. فرح المسيح فرح دائم وكامل، اللي هو اتقال في ثمر الروح القدس. حافظينهم كم واحدة؟ 9. يلا. اما ثم الروح فهو طول انا لطف صلاح ايمان وداع تعافي. برافو. اول ثمره ايه؟ المحبه. دي محبه الله اللي ساكنه في قلوبنا. تاني ثمره ايه؟ والفرح بتاع الروح القدس ده مش بيطفي، مش بينطفي. لو في ضيقه حواليا هلاقيها لمده ثواني وخلاص رجعت تاني. مفروض كده، لان انا مليان بالفرح بتاع الروح القدس. ده اسمه الفرح الكامل. في الحقيقه الباراجراف الاولاني ده معلمنا يوحنا جرى رئنا ان احنا ندخل في الشركه دي. يلا بقى ندخل في شركه مع المسيح. بس في الباراجراف الثاني حط لنا شرط يحسسنا بالعجز. نقرا: هذا هو الخبر الذي سمعناه منه ونخبركم به. انا طبعا لو ما كملتش النص وقعدت اتخيل ايه الخبر اللي معلمنا يوحنا عايز يركز عليه، هيجي في بالي المحبه. الله محبه وعايزنا نعيش في المحبه. لكن فوجئت بيقول هنا الخبر ان الله نور وليس فيه ظلمة البت. قولوا لي بسرعة بقى، النور يعني ايه والظلمة يعني ايه؟ النور ها البر، الظلمة خطية، النور الحياة والظلمة الموت. النور مملكة الله والظلمة مملكة إبليس. مش احنا بنيجي في يوم المعمودية يبقى وشنا ناحية الغرب ونجحد الشيطان، اهو ده الظلمة. ونتضير ناحية الشرق ونعلن إيماننا بالمسيح، اهو ده النور. والمعمودية اسمها سر الاستنارة، بناخد نور يوم المعمودية. وفي التسبيح يقول لك قوموا يا بني النور. فهنا معلمنا يوحنا بعد ما بعت لنا دعوة ان احنا ندخل في شركة مع الله ومع الرسل اللي هم في شركة مع الله، يعني بس خلي بالك اللي أوله شرط آخره نور. الله نور، ما عندوش ظلمة. طب عايز ايه يعني؟ قال إن قلنا إن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض. احنا قلنا النور هو ايه؟ البر، والظلمة خطية. لا لغوني كده، النور هو ايه والظلمة؟ طيب مين فينا يدعي ان هو ما عندوش خطية؟ بقى انت يا عم يوحنا بعد ما فتحت لنا الباب قفلته لنا تاني. تخيلوا لما يكون ايه، هنعمل حفلة يا جماعة مجانا بس بشرط اللي يجي الحفلة ده يكون سنه إما أقل من 5 سنين أو أكتر من 90 سنة. أنت قفلت الدنيا، هنجيبهم إزاي دول؟ أنت حطيت شرط ما. إزاي؟ الله نور ومفيهوش ظلمة، وإحنا عشان ندخل عنده لازم يكون فينا نور، هنجيبه منين؟ قال لا ما تخافش، ما هو هيديك النور. بصوا كملوا الآية تقول إيه؟ ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة.
يعني عايز يقول انا عايز اللي يدخل في هذه الشركة يكون طاهر. طب انا مش طاهر، يقول لك هطهرك على باب الكنيس. هو جاهز يدخلنا طاهرين. في القداس نقول وصيرنا اطهارا بايه؟ ولا بشطارتنا؟ بروحك القدوس. تاني بقى، هو حط لنا دعوة ان احنا نيجي ندخل في شركة، قال بس في شرط، الله نور مفيهوش ظلمة، اللي جاي لازم يكون منور، واللي مظلم عندنا العلاج. العلاج هو ايه؟ قولوا الآية، دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. هيطلع واحد بقى قليط شوية يقول لك انا شخصيا ما بغلطش، واللي ما بيغلطش مش محتاج دم المسيح. فكأنه عايز يقول انا هدخل في شركة مع الله دون احتياج لدم المسيح. ينفع؟ عشان كده براها على طول قال ايه؟ ان قلنا انه ليس لنا خطية نضل انفسنا وليس الحق فينا. بيضرب ويلاقي، بدعوكم لشركة بس الشرط نكون منورين. اللي عنده ظلمة عندنا العلاج، ومحدش يقول لا انا مش محتاج العلاج، لان الجميع زاروا وفسدوا وعزم مجد الله. فكلنا محتاجين دم المسيح يطهرنا من كل خطيئة. عشان كده وراها قال الآية المشهورة، ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. بصوا كلمة اعترفنا بخطايانا ليها مستويين. خلي الورق للآخر عشان كل ما بنقف الناس بتبص عليك وتسيبوني أنا عايزكم تبقوا معايا. بص ركز، اعترفنا بخطايانا دي مستويين من الاعتراف. المستوى الأول إن إحنا على وجه العموم إحنا غلطانين، والمستوى الثاني على وجه الخصوص أنا غلطان في إيه. ماشي؟ عشان كده احنا لما بنيجي الكنيسة بنيجي باحساس ان احنا ابرار ولا خطاه. اللي داخل حاسس انه بار مش هياخد حاجة من المسيح، هيقوله لا يحتاج الاصحاء الى طبيب، لم اتي لادعو ابرارا بل خطاه. فاحنا على وجه العموم لازم اقول انا غلطان، وبعدين على وجه الخصوص اقول انا غلطان في ايه. على وجه العموم محتاجة توبة جماعية، كلنا مع بعض نقول له يا رب ارحم. وعلى وجه الخصوص محتاجة أبونا أقعد أقول له أنا غلطان في إيه. أنهي أهم؟ ها؟ الاثنين، الاثنين. لأن أنا ممكن أحس إن أنا مش غلطان، دي مش هتخليني أروح أعترف. ولما نقول له مش بتعترف ليه؟ يقول لك انا الحقيقه ما بعملش حاجه، انا راجل يعني في حالي، وانا يعني سويت الهوايل، انا في حالي. اللي في حاله ده حاسس انه ما غلطش، مشكلته انه مش هيستفيد من المسيح. مين يستفيد من المسيح؟ الخطاه. عشان كده دايما يقول لك الخطاه الذين اولهم انا، ونقول اللهم ارحمني. زي مين؟ العشار. ودايما كلمة كيريا ليسون يا رب ارحم، معناها بنطلب الرحمة لأننا نشعر أننا في حالة احتياج. فكلمة إن اعترفنا بخطايانا مستوى العام على وجه العموم احنا يا رب غلطانين، أخطأنا وأثمنا زي ما قال دانيال. وكل واحد فينا يقول أنا غلطان في إيه. أنا بتخيل إن في مستشفى مليانة بالمرضى، الكل عارف إنه عيان، بس كل واحد كمان عارف إيه شكوته. فالدكتور يدخل للمريض يقول له إيه أخبارك؟ يقول له أنا زي الفل، خروج امشي، محتاجين السرير. لكن لما يقول له أنا تعبان، يقول له تعبان حاسس بإيه؟ فلو احنا جينا من الكنيسه المستشفى قلت له انا كويس، ولا بمشي انا جاي للمرضى. لما اقول له انا تعبان يقول لي تعبان في ايه؟
لازم نظهر أمام الله في وضع الخطاة عشان يبررنا، مش عشان نقعد خطاة، عشان يبررنا. هو يبررني وأنا أخذ دايما موقف التائب. عمرنا ما خرجنا من الكنيسة قلت أنا بار ومش محتاج توبة تاني. الرجل العشار اللي جه قال اللهم ارحمني من الخطأ، نزل إلى بيته إيه؟ مبررا. طب تاني يوم هيروح يصلي ولا خلاص تبرر مش محتاج صلاة؟ طب هيروح تاني يوم يقول له اللهم أشكرك إنك بررتني امبارح؟ هيبقى واخد موقف مين؟ الفريس. لكن هيقف تاني يقول له اللهم ارحمني أنا الخطأ. مش احنا بعد ما بنتناول بناخد كل الغفران وبنبقى فعلا انقياء تماما، مش احنا بنختم القداس بابانا الذي في السماوات؟ مش ابانا الذي في السماوات فيها واغفر لنا ذنوبنا؟ هل معناها ساعتها ربنا يقول ايه يا ابني انا لسه غفر لك، ليه تطلب تاني؟ تقول له يا رب انا مش هبطل اقول لك واغفر لنا ذنوبنا، لان احنا ما نعرفش نعيش من غير غفران المسيح. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم. احيانا بيكون في واحد عيان لكن بينكر، مش بينكر بمعنى انه بيخب علينا، هو مش عايز يقول ان انا عيان، عايز ينكر الواقع. فنقول له يا حبيبي طب تعالى مش هنخسر حاجة، نروح للدكتور يقول لنا سليم يبقى مطمنين، ما حبش الدكاترة، احنا بس نطمن مش خسرانين حاجة، نزق وزق على انه يكشف. وفي واحد تاني يقول لا انا حاسس ان في حاجة مش كويس، عايز اروح للدكتور. فإنكار الواقع ما بيفيدش. فاكر زمان كان عندنا أب راهب بسيط جدا في الدير، وبعدين كان مريض سكر، فكان مرة في الشهر ينزل القاهرة يحلل، وكنت أنا الطبيب بتاع الدير بتابعه يعني. فكان يجي إيه، كانش بقى زمان عندنا الأجهزة اللي أنا أحلله في الدير كتير يعني. يجي اليوم اللي هي بكرة هروح الدكتور ينظم الأكل ويروح التحليل عشان يشوف التحليل كويس. فأنا أقول له يا ابونا طب ما تنظم الأكل طول الشهر، يقول لي يعني ما أكلش. أقول له طب أنت ليه بتنظمه؟ أقول لي يعني الدكتور يلاقي ان انا سكري عالي. الله، هو انت بتجامل الدكتور ولا مهتم بصحتك؟ هو انت يهمك التحليل يطلع كويس ولا ان انت تكون كويس؟ هو مش قادر، ببساطته مش قادر يعدلها في الدم، هو يهمه ان التحليل يطلع كويس، فبيجي اليوم قبل التحليل بيظبط الدنيا. انا لازم ابقى عارف ان اعترف ان انا غلطان. انت عارفين الاباء الكهنه لما بيدخلوا في حل مشكله بين رجل ومراته او بين اتنين زعلانين يعني مع بعض، اكتر مشكله بتقابلهم وتلاقي الموضوع مش عارفين يفكه ان كل واحد يقول ايه الاخر غلطان. تبتدي المشكله دي تتحل لما واحد يقول انا اسف انا فعلا غلطان، تلاقي الدنيا ايه هديت خالص، انا غلطان. او على الاقل لو قلت ربما اكون غلطان، لكن انا مش غلطان الدنيا تشعلت. فعشان كده الاعتراف بالخطا شيء جيد، الاعتراف بالمرض شيء جيد، ان هيدخلني في سكه العلاج واخف. يقول لك خايف اعمل تحليل لحسن يطلع فيه حاجه واتوهم. طب انت لو ما عملتش التحليل هتخف؟ يعني لا سمح الله لو المرض موجود وانت ما عرفتش الدنيا كويسه، هي المشكله في انك تعرف لان المرض موجود. لازم نعرف ولازم نعالج، وكل ما بدرنا كل ما اسعفنا جسمنا ما يبقاش المرض بياكل فيه.
نفس الحكاية في الخطية. عشان كلمة إن اعترفنا بخطايانا دي مهمة. إن أنا دايما مش بذل نفسي ولا بحتقر نفسي ولا بجلد ذاتي، لكن كلمة أنا الخاطي هي تحقيق للآية دي. إن اعترفنا بخطايانا يغفر لنا خطايانا. عندنا في الدير نلاقي فيه كده عبارة علوها الحيطة، يقول لك جيد للراهب أن يرجع بالملامة على نفسه في كل شيء. جيد للراهب أن يرجع بالملامة على نفسه في كل شيء، يعني أنا الغلطان. وكلمة دي بتريح. وبعدين يرجع تاني معلمنا يوحنا يقول إن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. ليه؟ ايه الرابطة هنا؟ ليه لما انا اقول انا مش غلطان خليت ربنا كذاب؟ لان ربنا شهد ان الجميع ذاب وفسدوا وعظم مجد الله، وانا من ضمن الجميع. فلما اجي اقول انا ما غلطتش يبقى كاني بكذب ربنا. انا قلت لكم هنقرا الصحاح الاول وايتين من الثاني لانه بيكمل الموضوع. يا اولادي اكتب اليكم هذا لكي لا تخطئوا. يعني بيقول انا نفسي ما تغلطوش. يعني كوني بقول أنا الخاطي ده اعتراف بالواقع. أنا بقى كأب نفسي ما تغلطوش. يعني أنا مش بدعوكم تغلطوا، بدعوكم تعترفوا. في فرق بين الاثنين، اغلط ما يهمكش، أو إن أنا أقول له لما تغلط قول أنا غلطان. وإن أخطأ أحد فلنا إيه؟ شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. انتوا حافظين بقى كلمة شفاعة المسيح؟ شفاعة ايه؟ يعني ايه كفارية؟ طب شفاعة القديسين يعني ايه؟ توسلية. يعني هم واقفين يتوسلوا امام الله من اجلنا. هل المسيح يتوسل امام الآب من اجلنا؟ لا. امال بيشفع فينا بايه؟ بدمه. يعني ايه شفاعة الدم؟ يعني أجرة الخطية موت، وبدون سفك دم. طب الدم اتسفك بقى يحصل مغفرة. عشان كده تلاحظوا ان السيد المسيح بعد ما قام الأموات احتفظ في جسده بآثار المسامير والحربة، وأخذ الآثار الجسم المجروح ده في الصعود أجلسه أمام الآب عن يمين الآب. يقول معلمنا بولس الرسول في عبرانيين ليظهر أمام وجه الله من أجلنا كل حين. طب ليه يظهر بالجروح دي؟ عشان تبقى سبب الغفران. فلما بغلط وارجع اعترف، اللي بيغفر لي خطاياي مش التوبة، دم المسيح. التوبة بقى بتديني ان انا استفيد بدم المسيح، لكن التوبة بدون سفك دم المسيح ملهاش أي قيمة. يعني لو واحد مش مسيحي مش مؤمن بدم المسيح وتاب عن خطيته تتغفر، تتغفر بناء على إيه؟ الغفران بالدم. عشان كده بيقول إن أخطأ أحد فلنا شفيع هيغفر خطايانا بإيه؟ بدم. عشان كده بقيت هيقول وهو كفارة. أدي عشان كده قلنا شفاعة كفارية. كفارة لإيه؟ خطايا مين؟ كل البشر، ليس الخطايانا فقط بل خطايا كل العالم أيضا. أنا خلصت، بس عايز ألخص لكم النص الجميل قوي ده. يوحنا في البداية قال احنا في خبر عظيم جدا، إن الذي كان من بعد سمعناه ورأيناه وشاهدناه ولمسته أيدينا. وجاي أقول لكم الخبرة دي هو حلو قوي، ولو أنتوا حبيتوه هتدخلوا في شركة معاه. بس خلي بالك في شركة، هو نور ما بيحبش اللي يدخل معاه يكون في ظلمة. فانت لو عندك ظلمة دم المسيح يطهرنا من كل خطيئة. واوعى تقول ما عنديش ظلمة، لان كلنا غلطانين. ولو اعترفنا هناخد دم المسيح. ولما بقول لكم كده مش معناها بقول لكم اغلطوا. انا بكتب لكم لكي لا تخطئوا. بس ان اخطأنا العلاج موجود. وهو كفارة مش لينا احنا بس، لخطايا ايه؟ كل العالم. ربنا يبارك حياتكم. كل سنة وانتم طيبين.
لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.